تفضل. طبعا استاذ حسن، نظر للظروف اللي دارت علينا هاي الايام والاعتداء على بعض على خير حصان طلبة جامعات كربلاء الحكومية والأهلية من بعض العناصر التي تدعي انتمائها لساحة حفاظ كربلاء وحفاظا على أرواح المعتصمين داخل الساحة، قررنا رفع الخيام بالتزامن مع المدة التي أعطيناها تاريخ 8/5/2020 والممتدة لمدة 3 أشهر مهلة الحكومة المركزية، ولنا عودة إن شاء الله، وامتثالا أيضا لقرارات خلية الأزمة بعدم التجمعات وال نعم. يعني هسه بس هذا شيء.